لكن يا اخواني صدقوني امام الله اوقف ويسالني عن هذا الكلام، امام الله اوقف ويقول لي انت قلت كذا وكذا. قال عليه الصلاه والسلام ان ربكم يقول لكم، هذا حديث صحيح، امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. في ثلاث عقوبات يا اخواني، والامانه تشوفوها حاصله في المسلمين ولا لا؟ من العقوبات قبل ان تدعوني فلا اجبكم، وتستنصروني فلا انصركم، وتسالوني فلا اعطيكم. ما زاد على ذلك ولا زاد على المنبر، والله الذي لا اله غيره. اذا ما تحررت هذه والله ما تحرر لنا ارض ولا تتحرر لنا مقدسات. والله اذا ما تحررت من الثمانيه ودخل فيها حب الثلاثه عمر الله ما بقي منا طالب. هذا كلام العلماء الربانيين بيفهموه، اما غير العلماء الربانيين ما بيفهموه. اللي في قلوبهم حقيقه لا اله الا الله، اللي في قلوبهم حب الله، اللي في قلوبهم حقيقه تعظيم السنه، بيفهموا هذا الكلام. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله يا اخواني اذا اولياء لله احنا، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. حسن البصري من الربانيين ومن العارفين في الله ومن اللي كان يرتعش خشب الى الله وكان اللي يشوفه يختبي، وامام التابعين نادى الحجاج وقال للسياف لحد ما يعطيك اشاره بتقيم راسه، بتقيم راسه لحد ما يعطيك اشاره. فقعد عند الحجاج، كانه قعد عند الحجاج العبد الرباني، العبد الاللهي، العبد المحمدي، اهل لا اله الا الله، اهل التقوى، مش اهل كلام اهل فعل. الا غير هو بقول له يا سيدي شو بدك خدمه مني؟ شو اعطيك؟ اي خدمه بدك اياها؟ السياف واقف بده يقطع راسه، قاعد واقف بده يقطع راسه. الغرب بقول له شو بدك مني خدمه؟ اعطيك اياها. بالله عليكم يا اخواني لو انا حبايب مع الله، الله سبحانه وتعالى اهم شيء نخلي الله في الزفه بصحتنا يا جماعه، اهم شيء نخلي الله معانا. وين صلاه الفجر بحياتنا يا اخواني الا من رحم الله؟ وين قيام الليل بحياتنا؟ وين الاحسان للجار بحياتنا؟ وين يا اخواني عدم الازعاج اللي بدنا ناموا؟ لما بده يعمل فرح الواحد اول ما بده فرحه الا بمعصيه الله، اول ما بده فرحه الا بمعصيه الله. يعويده وبالاشياء اللي بتكتبها رب العالمين، و10000 و20000، والله هذيك النهار واحد سوى فرح من دون الاكل انفق حوالي 70-80 ألف شيك. انو يا اخواني في عائل بقول مش حرام هذا الحكي، والله الذي لا اله غيره. الا الشيكل اللي بنقول فيه هيك الا توقف امام الله وتندقدق العقارب عليه، والله الا تتوقف امام الله. الشيكل اللي تحرق صدرك فيه والله الا توقف امام الله وتتحاسب عليه. كيف اللي بيرموا هالشيء هذا عشرات الالافات في السماء وبنقول شو بنقول؟ يا رب تنصرنا ويا رب ترفعنا ويا رب تحررنا، والقلوب مش محرره، كيف بدنا نتحرر؟